احد من المدافعين المميزين في اجيال مصر كلها، كابتن عبد الظاهر السقا. كابتن عبد الظاهر، مساء الفل، اهلا وسهلا بيك. يا مساء الانوار يا كابتن ابراهيم، يا مساء الفل. الله عليك، الله عليك، ربنا يخليك. والله العظيم ربنا يخليك يا رب يا كابتن عبد الظاهر. رجعتنا لما كنا بنلعب كوت ديفوار، والحماس اللي كنا بنديه لبعضينا. ناس بعتالي بتقول لي على الهاشتاج بتاع كلنا منتخب مصر جايب منين الحماس. اصلا انا عشت الاجواء ديت وعارف كويس يعني ايه دور جمهور ويعني ايه دور اعلام في ان هو يدعم منتخب. انا عارف يعني ايه نوصل لهم الرساله في التوقيت ده، عشان كده انا كل حماس. انا هقعد الاربع ايام بتوعي في البرنامج ما بعملش حاجه تانية غير كده. كابتن عبد الظاهر، هستغل وجودك معايا، وانت كنت موجود مع منتخب مصر في 98، وكنت موجود مع منتخب مصر كمان مع الكابتن حسن شحاته، وفي 98 ان احنا كسبنا منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح من نقطه الجزاء، وكانت واحده من المباريات الصعبه جدا جدا، ولكننا تخطينا المنتخب الايفواري. ايه الرساله اللي تقولها للاعيبتنا، وايه الرساله اللي تقولها لجمهور مصر في هذا التوقيت؟ الرساله اللي اقولها للعيبه، احنا في ظهركم، ما تخافوش، احنا بنثق فيكم جدا جدا جدا، لان حصل نوع من عدم الثقه ابراهيم في الفتره الاخيره. لكن بقول لهم ما تخافوش، ما تديش الناس اكبر من حجمها. يا سلام عليك، تخاف. يا سلام عليك، اوعى تخاف. كلهم بيخافوا منك. فانت داخل مباراه بوكس، لو انت ما قدرتش تحمي وشك هتاخد على وشك. انا بقول كلام كنا بنقوله في الملعب، مش بالكلام على التلفزيون. انا بقول لهم خلي بالكم، الناس خايفه منك زي ما انت خايف منه. صحيح، اوعى تاخد حاجه جوه الملعب وانت مش مركز، اوعى تروح الملعب وفي دماغك مشكله، اوعى تروح الملعب وانت محبط، اوعى تروح الملعب وانت في دماغك اي حاجه سلبيه. احلم النهارده وبكره وبعده ان انت كسبان، احلمش ان انت متعادل حد، احلم ان انت كسبان. وهتكسبهم، وافضل ردد في دماغك، قول انا هكسب الكوت ديفوار، هكسب الكوت ديفوار، حد مع عقلك الباطن يصدق ان انت هتكسب الكوت ديفوار. صحيح، كنا بننزل الناس طول عمرهم افراد جامده جدا، انما احنا كنا تيم هايل جدا. فرق شاسع بين افراد وفرق شاسع جدا من تيم. لو جيت تقول واحد واحد، احنا خسرانين قبل ما نروح الملعب، انما الروح اللي كانت في الملعب وتغطيه صاحبي واخويا واللي بيلعب معايا مع تيشيرت منتخب مصر ده، احنا هننجح، احنا رايحين عشان نكسب، احنا جاي عشان اعورك. مهما كان اسمك مين، انا احسن منك. لو صدقت ان انت احسن منه، هو هيبقى بالنسبه لك حاجه صغيره، انما طول ما انت عمال تنفخ فيه تنفخ فيه تنفخ فيه، هو اصلا لو عمل اي حاجه خلاص. صحيح، كنا بنلعبهم في احسن توقيت ليهم، في احسن توقيت ليهم. صحيح صحيح، بنلعبهم في احسن توقيت ليهم. لكن احنا طبعا، انا من 98 بلعب الكوت ديفوار، طول عمرهم جامدين، طول عمرهم جامدين، طول عمرهم عندهم فراوده جامده جدا. احنا في نهايه 2006 يا كابتن ابراهيم، لما وائل طلع وكان في هارونا ودروجبا، ونزل احمد فتحي اللي هو مش سيرد باك، عشان بس ادي مثل للناس، ولا لعب السيرد باك دي خالص، نجحنا وعدينا بالمباراه. وهو نازل الملعب بيقول لي يا كابتن همسك مين؟ قلت له هارونا، وخلي بالك يا احمد مش عايز يجي هنا. قال لي ولا تخاف يا كابتن، ولا هيجي ناحيتك. سلام عليك، هو ده اللي احنا عايزينه، نكلم بعض وما نخافش وما نقلقش من اي حاجه. روح ما تخافش هتكسب، روح. هو اول ما يشوفك انت جرأت عليه هو يخاف منك، هو اوريدي خايف. صحيح كابتن عبد الظاهر، الرساله دي مهمه جدا جدا جدا، هذه الرساله من واحد من المميزين جدا والقاده الفاعلين في منتخب مصر عبر تاريخه للعيبه منتخب مصر، اوعى تخاف. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد الظاهر. الهاشتاج بتاعنا كلنا ورا منتخب مصر.